السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الإعلام الجزائري بقى فيه الحال علاش فوزي القجع ما جبدهمش في تصريح صحفي ديالو مع قناة مصرية. في يوم على يوم كنتأكدوا أن هاد الناس ميؤوس منهم، الحالة ديالهم ميؤوس منها، وأن ما عندهمش سبيطار ديال الحماق، لكن هذا هو حال دولة واللي الرئيس ديالها كيشير على الناس بالحجر. فنخليكم مع الصحفي الجزائري، وما تنسوش أنكم تدعمونا باللايك بالبارتاج كذلك بالاشتراك وكتابة التعليق، والتي دائما ما نتحدث عن أهم المواضيع الرياضية بخلفيات ونقرأ ما بين السطور. هذا هو دور الإعلام والصحفي، يرى الأمور بمنطق آخر وبوجهة أخرى ويقرأ ما بين السطور. بالأمس العديد منا شاهد تصريحات رئيس الجامعة المغربية الملكية فوزي لقجع على قناة أون تايم سبور المصرية. أولا لمن شاهد البرنامج جاءه الأمر عادي، لكن عين طرح السؤال، لماذا اختار فوزي لقجع الخروج إعلاميا في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟ ولماذا قناة مصرية بالتحديد؟ أكيد هذه الخرجة لم تكن بالنسبة لفوزي لقجع لم تكن بريئة، وكانت وراءها تمرير عدة رسائل، لأنه كان قادر يتحدث لأي وسيلة مغربية ويتحدث عن مصر، لكن لن يمرر الرسالة التي يريد تمريرها. فوزي لقجع، تحدثت عن أنك تربطك علاقة أخوية مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري. تحياتنا لمحمود الخطيب كرئيس وكلاعب وكشخص، وتحياتنا لجماهير الأهلي المصري. أنت عندها عامين فقط ضغط، درت كل شيء باش تنقل نهائي رابط أبطال إلى المغرب، وما كانش ذهب وإياب حتى يفوز نادي الوداد لأقصي هذا العام من دور المجموعات من رابط أبطال لإفريقيا. أنت درت كل شيء باش تحرمه من اللقب، ودوك الآن تقول أنت أخويا وتربطني علاقة معك أخوية. أنت الجميع يعرفك يا فوزي القجع، عندما يتعلق الأمر بالخبط الكروي والكولسة ما تعرف لا أخوك ولا أي شخص، لذلك تحاول الآن التملق والتقرب وإعادة إصلاح علاقتك مع المصريين، وتقولهم أنك بلدك تاني وساعدتهم في احتضان كأس أفريقيا 2019. لا يا أخي، الجزائر هي من وقفت مع مصر شعبا ودولة وحكومة ورياضة، وحتى في المجال الرياضي سنة 2019 من أجل أن تحتضن مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. أنت ما ساعدتهم أولا، تهدر كلام حتى العقل لا يتقبله، تقول بأن لا وجود لأي مغربي على رأس لجنة التحكيم، لكنك والجميع يعرف أنه لجنة التحكيم تمشي تحت يدك بسبب أموال الفساد التي أغرقتم بها الكاف، والدليل الفضائح بالجملة سواء على المنتخب الوطني الجزائري أو الأندية الجزائرية التي تتعرض إلى ظلم تحكيمي فاضح وواضح. لكن للأسف غاب العديد من رجال الجزائر عن أروقة الكاف، لذلك تفعل ما يحلو لك، لأنه لما كانت هناك الرجال تحكم في الكاف تكون تحكم مرقة وستيلو وتكتب فقط، لم تستطع حتى التكلم. على كل حال الجزائر ستعود، لا تقلق يا فوزي القجع. تحدثت أيضا على أبو ريدا هو معروف أنه من بين الشخصيات النافذة سواء في المكتب التنفيذي للفيفا أو في الكاف. كي قربت الانتخابات على المكتب التنفيذي للفيفا بدأت تتحرك من أجل كسب ود وريدا أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، والمعروفين أنهم لو يدعمونك ستصل. لذلك تحركاتك وخرجتك الإعلامية اتجاه
الرسميين المصريين لم ولن تكن بريئة، والإخوة هناك في مصر يعلمون ذلك، يعلمون أنك يعني حب تربح الملاحة بالدرجة بعدما يعني قمت بعملك وبكولستك ضد الأندية المصرية. لذلك تلك الخرجة لم ولن تكن بريئة، وكما يقال فوزي لقجة هنا بالجزائر فاقوا بك، انتهت تلك تلاعباتك وانتهت كل تلك الأمور الغير رياضية والغير أخلاقية اللي تقوم بها في الكاف وفي معظم اللجان التابعة له. نحن نتكلم عن فوزي لقجة وليس الشعب المغربي الشقيق. الجميع من شاهد تحدث أيضا قال بأنه لم نأخذ كأس إفريقيا، وكنا نساعد، كنا قادرين يعني نساعد المنتخب المغربي في كأس إفريقيا. قال لو كان عندي يعني القوة والسلطة راني ساعدت. وأنا نقول لك لو كانت عندك حقا، كانت جات بيدك، كانت جات بيدك أنت، كان المنتخب المغربي كل موسم يدي كأس أمم إفريقيا. لكن فوق أرضية الميدان شفنا أمر آخر تماما، حتى بالحكام وبمساعدة الفار وما قدرتش تعاونهم وما قدروش يوصلون. تعاونتهم، تعاونت المنتخب المغربي من كل الجهات، لكن فوق أرضية الميدان لا غالب، هذاك وش هلبت. لذلك خرجتك الإعلامية هي واضحة، وأنك انطلقت في حملتك بخصوص المكتب التنفيذي للفيفا لأنه اقتربت الانتخابات وتريد التقرب من الخطيب رئيس نادي المصري والمعروف بهيبته وقوته على المستوى الدولي وحتى أبو ريدة أيضا. الآن تريد استهداف كل ما يهم مصالحك، لأنه لو لم تكن لديك مصلحة لما توجهت لتمرير تلك الرسالات إلى الرسميين المصريين عن طريق قناة مصرية. لذلك الخرجة تاعك يا فوزي لقجع ورسائلك لن تمر مرار الكرام إلى الرسميين المصريين اللي يعرفوك جيدا ويعرفوا خباياك ويعرفوا شراك الدير وعلى بالهم بكل شيء، لأنه مقر الاتحاد الإفريقي وموجود في مصر، لكن التحكم فيه راه في المغرب، والتحكم في لجانه راه في المغرب، والتحكم في أعضائه راه في المغرب. وهذا ليس راه في المغرب من أجل السياسة الجميلة، لأنكم أغرقتم هؤلاء الأعضاء بالمال الفاسد، ونحن نعلم جيدا تلك أعضاء ومختلف لجان الكاف ما يمشيوش معك باطل، يمشي معك بمقابل، مقابل مادي. وبما أن الجزائر والجزائريين لا نتعامل بهذا المبدأ ولا نستعمله، لذلك عادة ما يقفون ضدنا، لكننا دائما ما كنا وحيدين لكننا نتغلب على الجميع. الجزائريين هكذا يمشوا بعقيدة لو سول كونتر توس، و ستتغير الأمور يا فوزي لقجة. دوام الحال من المحال مدام هناك الرجال الجزائريين الأحرار.